والجوائز والنجاحات. من السنة الماضية قررنا الدخول بمضمار الجراحة التجميلية وافتتاح قسم خاص للجراحة التجميلية. طبعاً القرار كان مثل بعض الظروف، أولاً إنه رغبتنا دائماً بإنه يكون المستشفى وان ستوب شوب، إنه كل التخصصات تكون موجودة عندنا. الموضوع الثاني اللي هو إنه الجراحة التجميلية ما تبقى جراحة ترفيهية حالياً. بالعصر الحالي صارت الجراحة التجميلية إلى أسباب طبية، أسباب نفسية، أسباب حتى صحية وأسباب جمالية. فصار الموضوع ما لا أحد يخجل من الجراحة التجميلية، وإنما صار موضوع أساسي مثل أي مجال من أي مجال من مجالات الجراحة. السبب الثالث اللي خلانا أيضاً نركز على موضوع الجراحة التجميلية هو موضوع السياحة العلاجية. طبعاً من 4 سنين أطلق سمو الشيخ عمل براجة أنستوس والله عنه أطلق مشروع السياحة العلاجية وجعل دبي مقصد للسياحة العلاجية في العالم كله. ونحن عم نشتغل مع بعض المستشفيات مع دائرة الصحة بدبي ومركز السياحة العلاجية بهالمجال، ومن خلال كل الإحصاءات فإن الجراحة التجميلية هي رقم واحد الجراحات التجميلية في العالم اللي هي من أهم مسببات السياحة العلاجية. كثير من المواطنين بدولة الإمارات المواطنين في منطقة الخليج العربي بيسافروا لأوروبا بيسافروا من مكان لآخر من أجل إجراء الجراحات، فلهيك كان السبب عندنا توفير هالجراحة على أعلى مستوى في دبي عنا. لما كانت الفكرة لإنشاء المركز كان نحن تفكيرنا حول ما هو هدف وما هي الفيجن تبعيت المركز عندنا. شو بده يميز مركز كوزمتريكس عن باقي مراكز الجراحه التجميليه الموجوده بدبي وبالامارات؟ فنحن كانت فكرتنا ونظرتنا للمركز هي مركز الجراحه التجميليه لازم يتمتع بثلاث امور اساسيه. طبعا اهم شيء واللي هو دائما الكل بينظر له هو جوده الطاقم الطبي وجوده الخدمات الطبيه التي سوف تقدم في المركز. لهيك كان تركيزنا وحرصنا على جلب احدث الخبرات للاطباء من لبنان من الولايات المتحده ومن اوروبا، وذلك من اجل نضمن صحه العملاء بانه فحصهم بين ايديهم. السبب الثاني ايضا هو طبعا الخصوصيه، فلهيك مركز كوزمتريكس رغم انه يقع ضمن السعودي الالماني الا انه له فريق العمل الخاص فيه، المدخل الخاص فيه، وخصوصيته التامه اللي بتامنها لعملاء المركز. السبب الثالث ايضا اللي خلانا واللي انا في رايي انه كوزمتريكس يختلف فيه عن باقي مراكز الجراحه التجميليه انه كوزمتريكس هو ابن المستشفى السعودي الالماني، فبيحظى بالدعم الكامل من المستشفى وطاقم عمل المستشفى. نحن احيانا للاسف الشديد لما بتدخل ببعض المجالات الطبيه يدخل فيها عامل التجاره، فبصراحه كثير بياثر على نوعيه الخدمات الطبيه المقدمه. نحن هون عندنا الالتزام سواء داخل يعمل عمليه جراحه تجميليه او عمليه ثانيه يخضع لتخدير عام، فهون تخفوا على محك، فلهيك كثير عندنا هذا الموضوع ركزنا عليه، انه كل قسم التخدير، قسم العمليات، كل الطاقم الطبي الموجود، خدمه رعايه 24 ساعه، كلها موجوده.